اسمي يحيى زكريا سليمان، فنان تشكيلي خريج فنون جميله دفعه 2006 2007. كان اول احتكاكي بفن الترومبلوي. اشتغلت شفت ناس كانت بترسم في الفلل والقصور، الكنائس، في الجوامع. استهويتني الفكره قوي، شغل الهاند ميد. بدات اشتغل ادور على ناس تشتغل الشغل ده واتعلم منهم. بدانا في حاجات صغيره كده، طبقات صغيره، بدانا في بيوت صغيره. الحمد لله الامور بدات مع الوقت تكبر. بدانا بعد كده نشتغل، عملنا قصور، عملنا فيلل، عملنا بدانا نطور الفكره بتاعتنا ان احنا ازاي ممكن نوصل فكره الشغل اللي بتعمل في القصور ده هو للناس اللي موجوده في البيوت العاديه، ان احنا ممكن نقدم التابلو ده مرسوم هاند ميد لحد مثلا هو اوريدي ما عندوش الامكانيه دي، ممكن يجيب بانوهات ويعملها ويجيب نقاش او يتعامل مع صنايعي تاني، فانا ممكن اوفر له البانو جاهز يعلقه على طول. انا بروح عنده بعمل باخد المقاسات بتاعتي، بشوف الديزاين بتاع الشقه بتاعته، المكان، ايه العناصر اللي موجوده عنده اقدر اوظفها بحيث يبقى المكان كله هارموني مع بعض، بحيث برضه ان احنا نسيب عنده التاتش هاند ميد في بيته يعمل له انا كان ليا هي شغاله برضه عندها فن اكسسوري، هي بتشتغل في معارض كتير، حاجات تبع الدوله، تبع حاجه بتاعت تدريب مشروعات صغيره. عجبتني الفكره، كنت بقى زورها كتير 5 6 سنين فاتوا دول، شفت ناس ما شاء الله عامله شغل حلو قوي هاند ميد. طبعا انا مصدر الشغل الهاند ميد ان انا راجل فنان تشكيلي، فقلت ليه ما ابداش اعمل شغل يناسب الفئه اللي ممكن تيجي المعارض ده، هي واعرفهم في ناس في مصر بتعمل شغل يدوي. فبالفعل رحت لجهاز تدريب مشروعات وعرفت ان في معرض راسنا في المده ما بين 2 اكتوبر 6 اكتوبر. قدمت الورق بتاعي، قبلوه، شافوا الشغل بتاعي عجبهم وقالوا هم حاسوا ان هو مختلف تماما. قدمت والحمد لله اتوفقنا ان اتقابلنا ونعمل شغل، والناس الحمد لله يعني مبسوطه بيه جدا. شركة سمن عصرية، بنجيب اللوح النادرة الفنية بنعمل لها إحياء، بنحطها في طبلات، بنعمل لها أفكار جديدة زي فكرة الخيش هنا. جبنا سعر، يعني سعر الخيش، سعر اللوحة لما بتحط في فريم بيوصل لسعر عالي جدا، وكمان بيبقى شكله تقليدي. حبينا نغير في ده فحطيناها على خيش نص سعرها، النص او اكتر من نص كمان، وعمل شكل جديد خالص، ما مش تقليدي خالص، مش موجود في اي حته. صبغنا الخيش، عملنا الوان جديده كده، وخلينا سعر اللوحه مناسب لكل الفئات وكل الاذواق. كمان جبنا هنا الايات القرانيه واسماء الله الحسنى، بدل ما نحطها على فريمات ويبقى شكلها تقليدي برضو، حطيناها على خيش، عملنا الوان جديده حيتها وخلتها شكلها مش تقليدي خالص. ممكن تحكي صالون او ليفنج مثلا، مجرد بس 150 جنيه بس. عندنا هنا بقى الحاجات النادره، عندنا هنا جوبلان ده احنا جايبينه، يعني ده نادر اصلا، لوحه نادره جبناها وعملنا هنا سعرها حلو جدا، نزل النص عن بره. وهنا اللوحة دي واخدة أحسن لوحة في الفن البريطاني، منزلين برضه سعرها لسعر مناسب جدا عشان خاطر نروج للصناعة المصرية. وعندنا برضه مرايات وفريمات، وعندنا هنا الباردي، عندنا هنا الباردي برضه نازلين أسعار عالية جدا، أسعار مناسبة جدا للمصريين. وتاني وعندنا باردي تاني اهو، وعندنا حاجه كده عاملينها خفيفه كده يعني للنساء بقى، في حاجات زي كاسات عروسه وعريس، التصميم مش موجود في اي حته خالص، دي افكاري انا عاملاها باسعار مناسبه جدا. وجهات الورد برده باسعار مناسبه جدا، وفكره جديده مش موجوده برده في حته. دي لوحة برضو بطباعة أمريكية، لوحة نادرة مش موجودة، دي برضو نزلها بسعر مناسب جدا.
هنا بقى عندي هاند ميد 100%. دي اخضر كريمه جبتها وعملت بيها الشكل ده، مبيعها برضو بسعر مناسب. Thank you.